اقل من عام شويه جيت وبحثنا اخر مره وقت عشان يوتيوب بديت تطلع لي فيديو بداو يضربوا مشروع صغير ونجح. نهنيكم على المشروع هذا. مؤخرا ولينا نشوفوكم في كليبات مع فنانين معروفين دونك يستعينوا بكم في كليبات. سامي مراوب ولا عملت تجربة إخراج لأول مرة كليب حسين نعمارة كليب ياسر مزيان شفناكم يا بنادم شفناكم في التمثيل دونك تزيدوا نحكيوا عليه أكثر. دونك من عمناو للسنة أباغ لي شان يوتيوب زيدوا لي زابوني برشا الانستغرام تاع سامي ورا فيه 300 ألف وأنت 200 ويش وهو غلبك في الانستغرام وأنت كنت أكثر منه وأنت كنت أكثر منه شنو آخر تبدل في أنا سمنت شوية بالحق سمنت ولا لا والله لا والله ما حبيتش نسمع من الحوايج سمى في روح باهي تحسنا في برش حاجات اكيد معناها سيناريوهاتنا خدمتنا عبيدنا ولاو اكثر معناها ليكيب خاطر ليكيب احنا كل شيء كنا انا وسامي وحدنا دخلوا معنا برش عبيد اشرف العبدوني محمد فتح الله الكادرور عبيد جدد معناها في الفيديوهات تجربه جديده سيت كوم اللي احنا عاملينه جينيكم بلاي سيت كوم معناها مروبين الحمد لله معناها خذينا نجاح كبير معناها في الويب وعندنا برشا خدمه جديده تقول تربي سامي شنو تبدل في سامي من وقت هالدواء والله نتذكر بالحق تو هزت صحتها قبل ساعه على خير صحيح عطينا ليش نقول حتى نشوف التصاور قبل تو ثم لهنا متهني تو ريت من الخدمه ولا اكسيديري على الاخر في الجمعه عادي نصور ثلاثه فيديوهات كمش اربعه ويهبطوا مسؤوليه ولات اكبر الببليك كبر الحمد لله وعملنا فينومين جديد وعملناه وقت جيناكم فماش فينومين مروب سامي مروب سنة رجعنا لكم فينومين اسمه سامي مروب اللي عمل في 2018 17 مليون فيو على شان يوتيوب معنا 17 مليون واحد فرش سامي مروب من صورة مش شوية واللي شان يوتيوب متاعنا سنة خدت أحسن شان يوتيوب في تونس في بالي مبروك دونك حتى العباد متعرفش كان في بالي لا في بالهم وانا كنت قلت شان يوتيوب بتاعهم من أحسن لشان يوتيوب في تونس وسمعنا على حكاية دونك شو نحكيهم على مشاركتكم في الكليبات ولي بوب سيرتو تبارك الله مش نحسب لكم ولا حاجه ما دابا ضربتين مهبتين فيديو ندخل نقاطع ضربتين ربي باقي ستر معناها تبارك الله معناها هل تخدم بوب ولا حكينا في مشروع انا وسامي ما حكيناش في بليش تحت الطاوله بعد فما مفاجاه مبروك النسور اخذ كهرباء اليوم يا جماعه الله اكبر كريه وبالعاني زعما كرهبتي انا كهرباء اليوم والبرمي البارح والبرمي البارح فما عباد في تونس يخبر من البارح كهرباء اليوم راهو يا جماعه شويه ستوريات وكذا نحب نوريهم لي انا عندي كهرباء اسمع راهو تفديك ياخذ لكم عندكم انترفيو في راديو ليه الاصل اسين نخدم مع الفيسك جايه اليوم باش نحسب لكم نخدم غير اسمع حاجه فينا ما نخدموش عمرنا لا بكونترا تويت لا بشيء تحت الحيط شد مد هات الفكره هاي الفكره دونك خلينا نحكيو على السيت كوم مراوبين دونك من فيديو في الجمعه في الجمعتين يعملوا انترفيو محترم بون ثلاثه في الجمعه بين سيت كوم مش سهل دونك كيف جات فكره السيت كوم ساعه شكون شجعكم ابار لي سبونسور بيان سور هو المنتج نتاعنا ايوب المسعود شاف المراوب ونصوره كانت سيري على الويب ناجحه برشا عملنا 21 حلقه قال بوركوا با في رمضان ما نخدموش على الصغار معناها حب يمشي على اللين نتاع الصغار اللي ما يغزلوش برشا معناها العباد سميناها مراوبين هو زعما على خاطر سميناها مراوبين على خاطر مستر بين كان كلب وهلي شويه يتبهل شويه في الجريماس نتاعو ويضحك العباد قال علاش ما نخدموش مراوبين على فاست مستر بين جات مزروبه الحكايه في شهر ونص كتيبه وتمثيل كل شيء ما كانتش حاجه صعيبه خاطر نحن مستنسين بالكاميرا يمكن قدام حلقه هو كان في 15 حلقه 15 حلقه في شهر ونص تصورت لا مش في شهر ونص تحضيرات قبل ما نصوروا صورنا في 10 ايام في 10 ايام 15 حلقه برشا انتقادات في بيتكم انت قلت نجح هو نجح نجح خاطر شوف سامحوني لو كيفاش نقول راني تعددت في حنا بعض مش معناها باش نقز من حنا بعض اما تحب ولا تكره ما تاخذوش فرصتك في رمضان كي ما تعداش في الحوار ولا في التاسعه اي برودوي كان جاي يتعدى في الحوار ولا في التاسعه راه باش يكون ناجح خاطر عباد تضرب عليه عباد وتاع القناه بيتا تضرب عليه بروجي خرجوه في حنا بعض خير من بلاش ابار نسبه المشاهده سامي فما ممثلين في برامج تعديت دي سيكونس من السيت كوم مثلا واحده راه مش واحده كهو مش مره كهو ناكد لك معناها
حكيم بن مسعود وتم انتقادكم قال هذا عمل نزلت طب حكيم بن مسعود تو نزلت على فلسة قديمة حكيم بن مسعود وقت نتقدم راهو سالوا من قاره قالوا مراو بعجبك ولا قالوا ما فهمناهوش مراو بين مراو بطايب عظمه يعني اي قالوا تفرجت فيه قالوا ما تفرجتش قالوا عجبك ولا قالوا ما عجبنيش تو كيفاش انت تحكم على برودوي وانت ما تفرجتش فيه كنت هبعت فيديو انت حكيت فيها ومشيت بحذاهم غاديك وخذيت كرم رد اعتبار الحقيقه نتاع ربي معناها هو قال لا ما عجبنيش انا بدي وقتها قلت له انا الرول اللي عملته لي في سبع صبايا عجبك انا كيف كيف سي غيس بخوك معناها ما تفرجتش عجبني انا عجبني خرجت كان في هوك او ركزت معه خرجت دونك سي ناصر والله شوف معناها ما نجمش نحكيو على حكيمك هاو نحكيو على الخدمه نتاعنا مش عندنا في العباد انا تو نسمع مره في راديو والشله اللي معاه وبرنامج مثلا من ناجح اش قولك انا نجي نقول لك والله ما عجبنيش سمعت وانت لا ما سمعتوش اما في مره ما عجبتي اسمح وشوف الجو نتاعهم بعد ما تحكمش على حاجه انت ما شفتهاش فهمت فهمتك اما نحكي قلت لك مش حكيم تو حكيم ما قال ما تفرجش وانا تفرج نسكل حتى اريج وقتها اريج اسمها اريج مرت يوسف المساك كيف كيف زدت معاهم انفيتي وقالت ما عجبنيش وقال لافاج عجبك ولا قالت له عجبني أميرة الجزيري أميرة الجزيري قال قالت له خاطر فيه صاحبات إيه قالت فرجت فيه قالت له لا معناها حكمت على برودوي من صاحبات لما تقزيم يعني ما غير فرجة صحيح معناها مش ما تجيش جملة عبيت تفرج في تلفزة فهمت طيح من هذيك من قيمة برودوي أما على على اليوتيوب على عمل نومبر دو فيو محترم الحمد لله خير من برشا مسلسلات شوف نقول لك حاجة أنا واحد من الناس خفت منه وأنا سيت كوم هذاك وزيد اول مره اكسبيريونس جديده في التلفزه وكل شيء فما صحيح فما عبيد ينبروا كذا ما سكرنا وذنينا ومن بعد انا فقد بريزلتا خاطر بعد رمضان العبيد مروبين مرا في الشارع معناها والصغار خاصه الصغار اللي هي كانت فما غلطه صغير اللي احنا ما خدمناش من الاول ما فسرناش العبيد اللي هي هي للصغار معناها فهمت دونك مشيت هكاك وحكموا عليها الكبار اللي ما تضحكنيش وفما كبار يضحكوا فهمت هما الحاجات تاع الصغار يضحكوا الكبار هو الحاجه اللي شفناها احنا في سيت كوم هذيك في الوقت هذاك بعيده ما على السيت كوم شوفوا التلفزيون الاخرين هما قارنوهم بهذوك معناته اللي نتفرجوا فيهم الاخرين فيهم بذاء احاءات رتابه هما ما يحبوش يحبوا البذاء كانت بعيده معناتها على الشيء هذاك علاش ما نحسش حتى المقارنه ما تجيش حتى المقارنه مع السيت كوم الاخرين ما تجيش 5 مينوت الحلقه ما تقارنش مع كل حاجه بلاصتها 20 دقيقه و 30 دقيقه رمضان سنه رغم الانتقادات باش نشوفوا مراوبين اثنين القضيه ما فماش انتقادات والله تنجموا تشوفونا في اي حكايه اخرى نجم حتى مراوب الا مراوبين لا نجموا مراوبين بس الاخر ما معناها نجم يكون مراوب منصور سيزون 2 تما دي بيرسوناج باش يخرجوا منه وتنجم تشوفونا في حكايه اخرى تاع درام فما سيت كوم دائما نتصورش فما سيت كوم والله تما فكره تما بروبوزيسيون جاتنا من قناه مش لازم تو نسميوها كارتاج بلوس لا ولا قناه اخرى يحبوا يخدموا معنا تونسنا فهمتني ان شاء الله تونس والله لا تونسنا ايمن شكون قاعد تسعى ورا الحوار علاش مش كان هذا كارتاج بلوس زيتون صحيح لا زيتون باهي اخويا مشينا بحذاهم ساش خلي يسمع علاش قلت علاش قلت سي تو باش يمشيو اخويا بروبوزيو عليهم خايف ان شاء الله ربي يسهل انتم بروبوزيو عليك يخدموا بالكونتراتوات راه باهي بالكونتراتوات مش معناها بالكونتراتوات من مره بركه ظهرت 10 رمضان بروبوزيسيون باش تكون فكره بعيده على مراوبين والله عندنا فكره مش بنقول عليها هذا بالحق لا ما تقوليش على فكره اما عندنا فكره مزيانه ممتازه نجم تتعدى في الزيتون واحسن حاجه معناها الراو يمكن احسن بلاصه ممكن تتعدى فيها الزيتون علاش زيتون احسن بلاصه باهي برودوي فيه ما فيهوش بذاء فوالا لا ابتهالات من غير ما نقول فهمت كيفاش نلقى قناة أخرى باش نجم نقول باش تعملوا لنا ابتهالات معناها ينجم يكون سي ناصر عندك سويت سي ناصر لا واحد مزك ما مش ابتهالات على باز رابور ناصر اش سمعنا حاجة لا ما نحبش كلمة رابور مالي شنو مؤدي انا فنان ارتيست كل شيء ويدور يدور انا علاش من بعد سمعنا حاجه تو واش ما باش تسمع شنو تحب حط لي موزيكا ما نجمش فري ستايل معناها انت تحب لا ذي لازم نحضروها من بعد ديك كي نرجع بعد تو كي نرجع بعد الموزيكا نحضروها وخلينا نسمعوا لي اول مره انت باش تغني غنيت قبل له هبط كليبات ودنيا لا اول مره بتغني في اذاعه معناتها هكا لايف اول مره لايف اول مره خاطر عمري ما سمعتك لايف مالا خلينا نسمعوك شوي اخر مكملين باش نحكيو على كليب حسين عماره تعملكم مع كلابي بي جي جديد مع كلابي بي جي زادة اللي قاعد يحضر اما توت سويت خلينا نسمعوا الكليب اللي من اخراج سامي مراوب باش تحكينا بعد على اول تجربه في الاخراج حسين عماره يا بنادم وراجعين